اجتماع كبير ومهم تحت الرعاية ديال صاحب الجلالة الله يرحمه، اليوم الثاني ديال الصناعة الوطنية. كانت مناسبة باش نعودوا نأكدوا على التراكمات الحمد لله الإيجابية اللي جات لبلادنا، يعني 25 سنة، وكيفاش شفنا واحد العدد ديال البرامج، وكيفاش شفنا واحد العدد ديال القطاعات اللي تحولت اللي ولات قطاعات عالمية، قطاعات مصدرة، يعني قطاعات اللي هذه 25 سنة كنا كنقولوا ما يمكنش نكونوا يعني في المنافسة ديالها. دابا حنا في التنافسية ديالها، حنا في العمل ديالها، تنزيل ديال واحد العدد ديال الورشات، تنزيل كذلك يعني المناطق الصناعيه اللي توقعت اليوم اللي غادي تعطي واحد الافاق كبيره ديال الاستثمار. كل هذا شيء ايجابي. لابد ناكد بانه 92,000 امبلوا اللي تخلقات في 6 شهور الاولى ديال هذه السنه اللي جات من القطاع الصناعي ومن القطاع ديال الصناعه ديال التقليديه، وهذا شيء يعني جد ايجابي، بحيث انه جاب اكثر من القطاع ديال لي سيرفيس. لابد ما نتكلموا على لا كروسونس، كذلك على النمو، معدل ديال النمو ديال القطاع ديال الصناعه اللي مشى، اللي هو نتكلموا على القطاع اللي غير الفلاحي، اللي تقريبا كان في المعدل ديال هذا 3 سنوات ولا 4 ديال 3.4%، واللي هو تزاد بالنسبه للسنوات الماضيه. وهذا كيبين بانه كاين ديناميه، كاين حركيه، كاين استثمار. الاستثمارات الاجنبيه ترتفع بشي يعني بشكل جدي داخل ديال البلاد، والحمد لله ان المقومات كلها باش تكون عندنا يعني واحد الصناعه اللي هي تصديريه، وصناعه اللي تجاوب مع المتطلبات ديال الوقت موجوده، والحكومه تعمل على تنزيل هذا كله بفضل الرؤيه الملكيه الساميه ديال صاحب الجلاله الله يحفظه. قبل المغادره لا تنسوا الاشتراك في قناة العمق المغربي وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا مشاركة الفيديو والضغط على زر الإعجاب.